خلينا نبدأ على طول كلامنا مع أستاذ محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد. عايز أركز مع حضرتك على تأكيدات رئيس الوزراء بالأمس على منح الأولوية للقطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. إزاي بتشوف هذا الموضوع ومدى أهميته وتفعيله على الأرض؟ بالطبع ده تصريح مهم جدا، بيدل على الاهتمام الكبير من الدولة المصرية ومتابعة التوجيهات الرئاسية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإعطاء القطاع الخاص، أو أن القطاع الخاص ياخد حجم كبير من المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه له أهداف، يعني ليه أهداف كتير مباشرة وغير مباشرة طبعا، بتتعلق بزيادة عمليات تشغيل الأيدي العاملة، زيادة المكونات المحلية في الصناعة، تطوير التدريب والتعليم، بالإضافة لعقد شراكات مع الشركاء الأجانب ونقل تكنولوجيا حديثة والمساهمة في برامج سواء كانت الطروحات أو تقديم مشاركة القطاع الخاص على في كل المشروعات، زي ما الدولة والتوجه الحالي لزيادة مساهمة القطاع الخاص في كل المجالات. الحقيقة أن في أول اجتماع ده بيدي رسالة واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين ورجال التجارة والصناعة أن في اهتمام بيهم في الفترة اللي جاية، وأن في فرصة حقيقية للاستفادة من ما والبناء على ما تم تحقيقه بالفعل اللي اتحقق في السنوات الأخيرة العشر الأخيرة بالفعل، من بنية تحتية كبيرة وتطوير لبنية التشريعات والقوانين الاستثمارية، وده هيدي بالطبع دفعة كبيرة للقطاع الخاص وأكيد هيزود من العمليات الإنتاج والتصدير. طيب إلى أي مدى موضوع تحفيز القطاع الخاص أستاذ محمد بيساهم وبيركز على يعني جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية؟ بكل تأكيد تشجيع القطاع الخاص بيدي رسالة للعالم الخارجي. خلينا نتكلم أولا داخليا بيدي فرصة للمشاركة وبيدي إيحاء بأن الدولة حقيقي مهتمة بالمشاركة، مشاركة القطاع الخاص ودخوله وتسهيل كل الإجراءات قدامه، بالإضافة إلى أنه بيدي أيضا رسالة للمستثمر العربي والأجنبي بأن في اهتمام حقيقي وتطوير لبنية التشريعات، وأيضا أن في تسهيلات كبيرة، وما ننساش أن اللوجستيات اللي هي متعلقة بالبنى التحتية والاتصالات وأيضا المدن المتكاملة المرفقة سواء كانت قطاع كانت مدن صناعية أو مدن تجارية أو حتى سكنية بيتم الاهتمام بيها بشكل كبير في ترفيقها ووجود كل الخدمات، وبالتالي بيبقى عند المستثمر إحساس أن في اهتمام كبير وأن العائد على رأس المال هيتم تحقيقه في أقل وقت، بالإضافة إلى أنه أولا بيحقق المنفعة المتبادلة ما بين المستثمر خاصة إذا كان عربي أو أجنبي وما بين الدولة المصرية والاقتصاد القومي، وحتى بيدخل في آليات التشغيل والخفض من التضخم بشكل كبير. بالتالي تشجيع القطاع الخاص أعتقد أنه رسالة مهمة جدا ووصلت للمجتمع الأعمال في أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد. طيب يعني جزئية أخرى متصلة برضو بالناحية الاقتصادية بالتأكيد، وفكرة أهمية استهداف الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات ودورها في تحسين مؤشرات الدولة الاقتصادية. بكل تأكيد الاستثمار بمفهومه العام بيعني تشغيل السوق بشكل كامل، بالإضافة إلى أنه مرتبط بالقطاع الخاص بشكل كبير، وأيضا في المرحلة الأخيرة ومع التطوير الكبير وتشكيل القاعدة الأساسية لوجود وخدمة المستثمرين وخدمة القطاع الاقتصادي بشكل عام بمختلف أشكاله، أعتقد أن التواصل مع المستثمرين بيدي دفعة كبيرة ليهم وبيخلي الفرص اللي كانت موجودة، مش عايز أقول مخبأة ولكن غير معلنة، مع وجود خريطة استثمارية كبيرة دلوقتي في قطاعات كتيرة جدا ممكن المشاركة فيها، وأيضا مش مجرد أن أنا مستثمر معايا فلوس سواء عربي أو أجنبي، لا ده في تشجيع كبير للاستثمار الداخلي وإقامة المشروعات الجديدة بل وتسهيلها زي مبادرة ابدأ والعديد من المبادرات الأخرى، بالإضافة للمميزات اللي بيتم تقديمها لقطاع الصناعة وأيضا قطاع الاستثمار بشكل كبير، وفي مبادرات عديدة سيتم الإعلان عنها في الفترة اللي جاية. أعتقد أن مع تولي
الفريق كامل الوزير لوزارة الصناعة، أعتقد أن هيكون في نجاح كبير ليها ومرحلة جديدة من ثورة صناعية نتمنى كلها أن تحصل، وكل ده بيفيد الاقتصاد القومي بالطبع وقطاع الاستثمار والتجارة بشكل عام. في تشكيل الحكومة الجديدة أستاذ محمد تابعنا استحداث وزارة للاستثمار، بما أن حضرتك بتتكلم عن الاستثمار، أهمية هذه الوزارة بدلا من هيئة الاستثمار؟ بكل تأكيد وزارة للاستثمار والتجارة الخارجية موضوع مهم جدا جدا، خاصة مع التغير الكبير في أنماط الاستثمار في مصر ودخول مرحلة جديدة من الميجا انفستمنت أو الاستثمارات الكبرى، زي ما شفنا في مشروع رأس الحكمة وفي مشاريع تانية كبيرة تم الإعلان عنها من جانب القطاع الخاص، سواء في الشحل في الساحل الشمالي أو في العديد من المناطق حتى في داخل القاهرة الكبرى، سواء كانت سكنية صناعية تجارية. الحقيقة أن المفهوم ده مع الآليات اللي بتقدمها الدولة المصرية والتسهيلات الكبيرة لازم يكون ليه وزارة، وأيضا التجارة الخارجية لأن في نمو كبير لحجم الصادرات وفي تشجيع كبير من الدولة للصناعة والتجارة وزيادة المكونات المحلية والتصدير ودعم المصدرين. بالتالي كان من الهام ومن أيضا التوجيهات الرئيسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، والحقيقة أن التشكيل بوجود وزارة الاستثمار أعتقد أنه أمر مهم جدا وهيدي دفعة كبيرة قوي للاستثمار في المرحلة المقبلة، سواء كان على المستوى المحلي أو مستوى العربي والأجنبي. لو تحدثنا عن ملف تطوير الصناعة، إزاي بتشوف رؤية الحكومة لتطويره وتعزيزه خلال الفترة اللي جاية؟ ملف توطين الصناعة كمان واحد من أبرز الملفات المهمة جدا وليها أولوية يعني في نشاط وقرارات الحكومة الجديدة، بتشوف أهمية هذه النقطة دي تحديدا إزاي؟ النقطة مهمة جدا يا أستاذ رامي، وأعتقد أن مصر فعلا محتاجاها وخاصة في الوقت ده. مصر دولة كبيرة كبيرة بدورها التاريخي وكبيرة بالعصر الحديث، ومن بعد ثورة 30 يونيو مش من المعقول ان مصر ما تبقاش عندها ثورة صناعية جديدة. اتوقع ان مع بدء نشاط الوزارة الجديد ان يكون في تغير كبير في الاليات، خاصة ان تم التمهيد لده بعمليات عديدة ومبادرات عديدة لتشجيع الصناعة وتوطينها بشكل كبير، حتى المبادرات اللي هي للتنمية المحلية و إعادة تشكيل الريف المصري زي حياة كريمة والعديد من المبادرات الأخرى، ومبادرات صناعية زي المبادرة الرئيسية ابدأ، وكل الآليات المتعلقة بالصناعة أعتقد أن هي هيتم تجميعها ويتم وضع استراتيجية للصناعة المصرية لزيادة المكون المحلي وعقد شركات أجنبية زي ما حصل في قطاع النقل على سبيل المثال. أعتقد أن هيكون في طفرة كبيرة جدا وتوافر لكل المعلومات اللي بتساعد على تشجيع الصناع المصريين وزيادة نسب المكون المحلي وعقد شركات مع الشركاء الأجانب. مسألة المسار يعني الإصلاح الاقتصادي أستاذ محمد، إلى أي مدى رغبة الحكومة في استمرارها في هذا الإصلاح بينعكس على تعزيز الاقتصاد المصري ككل؟ الحقيقة أن من أول ما تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من عام 2014 وحتى من قبلها عقب ثورة 30 يونيو مع الرجال المخلصين من هذا الوطن، كان لابد من وضع خطط تنمية لتغيير الشكل النمطي، مش عايز أقول المتهاوي بالنسبة للاقتصاد، وإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل كبير جدا. طبعا استغرق الوقت عامين لحتى يتم البدء في مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل كبير، القرارات الاقتصادية الخاصة في نوفمبر عام 2016، وبالتالي بدأ من وقتها مسار جديد للاقتصاد المصري وإعادة هيكلة بشكل كبير ودراسة كاملة لكل القطاعات. وكان التحدي الأول عشان إحنا بادئين شبه من الزيرو، لأن إحنا قعدنا عقود من مش عايز أقول الإهمال لكن اختلال الأولويات بشكل كبير فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالمايكرو بيزنس أو القطاع والأسواق الداخلية. بالتالي كان في
مسار لإعادة تصحيح وإنقاذ الاقتصاد الوطني بشكل كبير جدا، وبالتالي بدأت مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة بشكل كبير، أيضا مع البنى التحتية الكبيرة وإعادة البنى التشريعية بشكل كبير. قانون الاستثمار لم يصدر إلا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللائحة التنفيذية بتاعته برضو دي حلت مشاكل كتير جدا. إعادة التفكير في إقامة المشروعات بشكل جديد وعقد شراكات سواء مع الشركاء والمستثمرين العرب وأيضا من الشركاء الأجانب، بالإضافة لتسهيل الإجراءات بشكل كبير جدا. كل ده بيساهم بالتأكيد في استكمال خطة التنمية المستدامة 2030، بالإضافة للدخول في الخطط الجديدة المتعلقة بإعادة هيكلة وشكل حتى المجتمع المصري بشكل كبير. مشروع حياة كريمة، مشروع تطويل الساحل الغربي، مشروع جديدة في الأساس هو رضا المواطن المصري بكل تأكيد. بما أننا رحنا لجزئية رضا المواطن المصري، فلازم على طول نتجه لهذا التقرير معكم مشاهدينا، وأراء وطلبات المواطن المصري تحديدا في شمال سيناء من الحكومة الجديدة. نتابع ونعود مرة أخرى. احنا شمال سيناء بنطالب من المحافظ الجديد ان ياخذ باله من المواطنين والخدمات الموجوده على الارض، اولا الخدمات من الاستصلاحات ومشاريع 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 بخصوص او اول المشاريع اللي احنا عايزينها عمل طريق العريش القنطره، عشان دي بتعمل حوادث كثيره. سرعه التنميه في شمال سيناء، وعايزين المحافظ يكون فاتح مكتبه مش ساعات، لا ليل نهار فاتح لابناء سيناء. عاوزين التعليم، كليات، مشاريع، مصانع، عشان ابناء الشباب يشتغل. نطالب سياده المحافظ ان شاء الله انه يزبط الدنيا عندنا من الطريق من الشيخ زويد للعريش، فيها تكسير كتير وفيها مطبات بحيث ان الحوادث والعربه اللي بتقلب دي كتير، ومن الطريق من الشيخ زويد من العريش للانطره برضه دي متكسره. برضه نطالب سياده اللواء ان شاء الله بهو اهتمام بالطرق ويهتم بالناس وبالناس المواطنين اللي في القرى بالنسبه للابار الميه والكهرباء والحاجات اللي اسعار الكهرباء اللي بقت زياده دي بالنسبه للكروت. ونطلب من سعادته عايزين أبار لأهالي شمال سيناء عشان يعملوا إيه الأرض الجرداء، ونطلب من سعادته إن في بعض من الأهالي ترجع إلى منطقة الوفاق، منطقة الإحسانات، المناطق دي المهجورة. موضوع النظافة في البلد موضوع يعني وصل مرحلة مش حلوة. احنا الاول كانت الزبالة بتتحط على رمل، دلوقتي بقت تتحط على الاسفلت بعد ما سفلتنا البلد وحليناها. موضوع مشكلة النظافة ما نحلش. انا كواحدة من ابناء سيناء، اول حاجة اي بلد عايز تشوف الحضارة بتاعتها من النظافة، فيهمنا نظافة الشوارع ورصفها. تاني حاجة يشغلوا الشباب، الشباب ما فيش شغل ليهم. اتكلمنا وقلنا ان احنا نهينا عزلة سيناء بالانفاق وبالكباري، ولكن ما زال حتى هذه اللحظة ان اللي بيخش من ابناء المنصورة وابناء اسوان واسكندرية ما بيخشش ببطاقته. ما ترمى بطاقتك بالشمال سيناء ما تخشش. طب النهاردة انا بالبناء فكيت العزلة، ولكن بالفعل انا ما فكيتش عزلة. انا كل اللي بطلبه من المحافظ الجديد انهاء الحالة الهاجس الامني بالنسبة لدخول باقي المحافظات الى شمال سيناء يعني. وتاني شيء يعني الاهتمام بانشاء صناعات لاستيعاب الشباب. بنقول لسيادته ان شمال سيناء هي ارض خصبه لسه محتاجين مشاريع كتير فيها، محتاجين استثمارات، محتاجين ان هو يكون يعني عين المواطن، المواطنين اللي هم اولى بالرعايه. في عندنا طبقات كتيره محتاجه دعم من سيادته، الشباب محتاجين دعم منه للشباب علشان البطاله كتير، ومحتاجين دعم في القطاعات الخاصه زي الصحه والتعليم. محتاجين ان هو يكون حالة الوصل ما بيننا ان شاء الله وما بين الحكومة. استغلال المشاريع التنموية اللي بتتم على ارض سيناء في تعيين اهل سيناء، في مشاركتهم في المشاريع دي سواء في نشاطة التعمير او الزراعة او الميناء. انا كمرأة سيناوية بطلب المحافظ الجديد ان يبقى يهتم شوية بمشروعات للمرأة وينمي فيها الحتة دي. يعني زي ما تابعنا وسمعنا آراء المواطنين في الشارع أستاذ محمد ومتطلباتهم وطموحاتهم، إلى أي مدى الحكومة قادرة وبتضع في أولوياتها طلبات المواطن المصري؟ بكل تأكيد كان في حرص كبير ومن الاجتماع الأول،
أولا على القضايا اللي بتمس المواطن المصري بشكل كبير جدا واهتماماته، وده أيضا بيحقق الطلبات اللي هي متعلقة بالأمن القومي، ومنها تنمية الإنسان المصري بشكل كبير والاهتمام به وتغيير حياته بالكامل، والاهتمام به بمد مظلات الحماية الاجتماعية، وبالطبع على رأسها التعليم والصحة. والحقيقة إن في مبادرات رئيسية كتيرة في مجال الصحة حققت أهدافها وما زالت مستمرة حتى الآن، وأشاد بها المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية. النقطة الأخرى اللي هي بطلبات المواطنين واحتياجاتهم، بالطبع شفنا يمكن الحديث في شمال سيناء بيختلف نوعا ما عن مثلا القاهرة الكبرى أو بعض المحافظات فيما يتعلق ببعض الاحتياجات وخاصة السلع الأساسية بشكل كبير جدا. الحقيقة إن رئيس الوزراء ما استناش واتكلم بشكل مباشر على اللي هي ما يهتم به المواطن ونبض الشارع، وده الحقيقة كان بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. موضوع توفير السلع الأساسية، موضوع انقطاع الكهرباء، والأرقام اللي تحدث عنها بشكل مباشر اللي هو مليار وحوالي 200 مليون أو 180 مليون دولار كافية لتوفير كافة الاحتياجات للقطاع السكني والتجاري وأيضا الصناعي بشكل كبير، لأن في عمليات تصدير وفي شركات كبرى شغالة. الحقيقة إن في اهتمام كبير وتحرك من جانب الحكومة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا مقابلة كل الأعباء التي قد تواجه المواطنين، خاصة مع التغيرات الكبيرة الجيوسياسية واللي بتفرض بالتالي تبعات اقتصادية زي التوترات اللي حصلت في البحر الأحمر وتأثيرها بالطبع على بعض المخدرات الاقتصادية للدولة المصرية. بالتأكيد يعني نقدر نقول إن هي حكومة إدارة أزمة وبرة صندوق وخلق حلول جذرية برؤى استباقية نبني على اللي فات ونكمل اللي جاي ونطور كمان من الرؤى بشكل كبير وأعمق. بكل تأكيد هي مش مجرد حكومة أزمة، هي حكومة تقن قرارات بتهتم باستكمال ما تم تنفيذه بالفعل ولديها ما تبني عليه. حقيقة من الأداء الكبير اللي تحقق في الحكومة الأولانية على الرغم من كل المتاعب والمصاعب اللي بيواجهها العالم كله، بداية من جائحة كورونا وتوقف في سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار وتغير المناخ، بالإضافة للحروب حوالينا سواء العالمية أو في المنطقة. الحقيقة إن في جهد كبير جدا بيبذل، وخاصة أيضا من وضع السياسة النقدية والمالية لمقابلة الأعباء وعدم تنفيذ خطط قد لا تناسبنا في وقت معين، وده توجيهات رئاسية المتعلقة مثلا بسعر العملة، متعلقة ببعض الأمور، جذب الاستثمار. الحقيقة في أداء مشرف لقطاعات كبيرة في الحكومة نتمنى استكماله في المرحلة الجاية، والرسائل اللي تم توصيلها في الاجتماع الأول أعتقد أن هي وافية وشافية وكافية لطمأنة المواطن المصري في المرحلة المقبلة إن شاء الله بإذن الله. الملف الاقتصادي هو الملف صاحب الأولوية في أجندة الحكومة الجديدة، فأكيد هيكون الحديث بقية في كل تطورات تحصل في هذا الملف اللي بينتظر نتيجته كل مواطن مصري. أنا بشكرك على وجودك معانا النهاردة أستاذ محمد عز الدين الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون الاقتصاد. شكرا. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ محمد.